هنا الزاهد وأحمد فهمي يشعلان السوشيال ميديا بحفل زفاف أسطوري ومفاجأة خاصة من أكرم حسني. احتفل الفنان أحمد فهمي بزفافه على الفنانة هنا الزاهد في أحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وقام بإحياء فقرات حفل الزفاف الأسطوري المطرب محمد حمائي والفنان تامر حسني، كما قدم الفنان أكرم حسني أغنية خاصة ضاحكة للعروسين. أحمد وهنا قام بتصميم قاعة الزفاف على هيئة بلاتو سينما مع الاستعانة بفريق بانتومايم للمشاركة في الزفة التي جاءت شبيهة بأفلام ديزني، حيث جسدت الزاهد شخصية الأميرة وأحمد فهمي الفارس، وخرج معا من ديكور على هيئة قصر وسط تصفيق الحضور. ارتدى أحمد بدلتين، الأولى بيضاء في بداية الحفل والثانية سوداء ظهر بها في منتصف الحفل، بينما بدلت هنا فستان الزفاف الأبيض وارتدت فستانا آخر أكثر بساطة من تصميم سامو هاجرس. حرص فهمي وهنا على مشاركة أصدقائهما الرقص والغناء خلال حفل زفافهما، وخطف فهمي الأنظار عندما قدم رقصة مؤثرة مع والدته، أعقبتها رقصة أخرى ضمت شقيقه الفنان كريم فهمي وزوجته ووالده. بعدها قدمت هنا الزاهد رقصة مماثلة مع والدتها وشقيقتها على أنغام أغنية بنتي وحبيبتي للفنان مدحت صالح، انتهت بدموع تنهمر من الجميع. ورفضت هنا الزاهد الالتزام بقاعدة إلقاء باقة الورد على الفتيات الحاضرات، وقامت بإهدائه إلى شقيقتها فرح مباشرة. حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم أحمد عز، كريم عبد العزيز، محمد هنيدي، عمرو يوسف وزوجته كندا علوش، أشرف عبد الباقي، مصطفى شعبان، يوسف الشريف، لبلبة، هشام ماجد، محمود عبد المغني، إسلام جمال، علاء مرسي، خالد عليش، محمد علي رزق، كريم محمود عبد العزيز، كريم عفيفي، ومصطفى خاطر، ومحمد أنور، وويزو من نجوم فرقة مسرح مصر. كما حضر حفل الزفاف أيضاً الفنانة روجينا والنجمة وفاء عامر وابنها وشقيقتها أيتن عامر وزوجها مدير التصوير عز العرب، وماجد المصري، ومحمد عادل إمام، وشريف منير، وياسر جلال، وفتحي عبد الوهاب، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، وعمر مصطفى متولي، وحلا شيحة، وغيرهم من النجوم. وحضر من المخرجين بيتر ميمي وأحمد خالد موسى، والإعلامية عمرو الليثي، مدير التصوير جلال الزكي، والمنتج محمد حفظي، والسيناريست محمد سيد بشير، والمنتج جمال العدل. كما قدم الفنان أكرم حسني أغنية خاصة قام بتأليفها خصيصا من أجل فرح هنا الزاهد وأحمد فهمي الذي وصفه الكثيرون بالأسطوري لفخامة القاعة وتنوع الفقرات وحضور معظم نجوم ونجمات الفن والصحافة والإعلام في مصر. وكان أحمد فهمي وهنا الزاهد قد احتفلا بعقد قرانهما يوم الثلاثاء الماضي وسط حضور أفراد عائلتيهما فقط، ونشر صورا لهما بعد عقد القران. يذكر أن حفل الخطوبة عقد منتصف شهر أغسطس من العام الماضي في منزل والدة هنا الزاهد، وحضر الحفل والد ووالدة أحمد فهمي وشقيقه كريم فهمي وزوجته، إضافة إلى الفنان أكرم حسني الصديق المقرب لأحمد فهمي، وتواجد من عائلة هنا الزاهد شقيقتها فرح ووالدتها شيرين المنزلاوي.